العراق الذي يعرف ببلاد الرافدين دخل أخيرا على خط البحث عن العدالة في توزيع المياه. ففي تصريح لافت لوزير الموارد المائية العراقي، فإن الإطلاقات المائية من إيران إلى الأراضي العراقية بلغت صفرا ما ينذر ببوادر أزمة مائية. الوزير العراقي لوح باللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل أن تتقاسم إيران أو تتقاسم بلاده مع إيران الضرر، وتطلق حصة العراق المائية بما يراعي المواثيق الدولية. هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة التساؤلات حول ملف العراق المائي، أين وصل في مباحثاته مع إيران وتركيا أيضا. لكن كالعادة بداية نضعنا الآن سلطان القيسي بصورة الواقع المائي في العراق اليوم. إذا الأمطار سلطان كما نعلم تشكل 30% من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأمطار الأنهار الممتدة من تركيا كذلك إيران 70% بحسب المديرية العامة للسدود في العراق. اليوم يواجه العراق مشكلة حقيقية بحسب تصريحات لافتة لوزير الموارد المائية، ويدق ناقوس الخطر ويهدد باللجوء إلى المجتمع الدولي لتقاسم الأضرار فيما يتعلق بالمياه، وكذلك تحويل الرافد الذي تتهم بغداد طهران بأنها تقوم به أو قامت به مما حجب عنها مياه الشرب، وكذلك ما وقع بها من أضرار في المحاصيل الزراعية والري. إذن طارق، تصريحات الوزير العراقي اليوم يعني أظهرت حجم المشكلة الكبيرة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والزراعية أيضا والبيئية على العراق الذي يعاني انحسار مياه تتسبب فيه كل من تركيا وإيران. هذه المسألة ممتدة منذ عشرينيات القرن الماضي. هذه المشكلة عبارة عن كرة ثلج بقيت تتراكم حتى اصطدمت في وجه العراق اليوم، وهذا ما سنحاول أن نتتبعه معا. من النيل إلى الفرات يواصل العطش عقد حباله لتطال دجلة أيضا في معركة خصمه فيها في الجولات كلها العنق العربية. وفي العراق جوع كما قال السياب، وأسبابه الحروب والفساد. ذلك البلد الذي ترعرع في كنف النهرين صار فيه عطش أيضا يهدد العراقيين أرضا وشعبا، فكيف تحجرت الحقول والحلوق على مر السنين؟ جذور أزمة الفرات بين العراق وتركيا تضرب في عشرينيات القرن الماضي بتوقيع اتفاق ثلاثي بينهما وسوريا يمنع أي دولة إقامة سد أو خزان أو تحويل مجرى نهر دون موافقة الشريكين الآخرين. وشهدت المفاوضات اللاحقة إصرارا تركيا على عدم اعتبار الفرات ودجلة نهرين دوليين بل عابرين للحدود فقط. وعليه شيدت سد كيبان المتسبب بأزمة عام 1978، ثم سد أتاتورك مطلع التسعينيات وقد خلف نقصا حادا في مياه العراق. وعام 2018 أعادت تركيا المشهد ذاته بإنجازها سد إليسو ضمن مشروع جاب المشتمل على إقامة 22 سدا لاستصلاح 1,900,000 هكتار من المياه على دجلة والفرات. على الجانب الآخر يواجه العراق يدا إيرانية تغلق محابس الماء عن شرقيه، ففي السنوات العشر الأخيرة خسر نحو 80% من المياه المتدفقة إليه من إيران بعد قطعها 35 رافدا رئيسيا. مصادر عراقية أشارت إلى أن المتبقي من الروافد الإيرانية 7 فقط تتهددها المشاريع القادمة أيضا. فقد غيرت إيران مسار رافدين رئيسيين يعبران العراق وهما الوند والكارون، مما أضر بمساحات زراعية في البصرة وواسط وسليمانية وديالة، ديالة التي بدأت شفتاها تجفان بقطع إيران المياه عن نهرين سيروان والكرخة أيضا. وفوق هذا الحصار للموارد المائية ثمة نزيف داخلي يتمثل بتبعات تغير المناخ كانحسار الأمطار ومشكلات بيئية أبرزها زهرة النيل التي بدأت تنبت منذ 20 عاما على ضفاف الرافدين، وتستهلك الزهرة الواحدة من هذه النبتة نحو 5 لترات من المياه، وتهدد الثروة السمكية بامتصاصها المعادن الضرورية لبقائها، فضلا عن أزمات تلوث مياه الشرب خصوصا في محافظات الوسط
والجنوب بدون وجود مخططات لمحاصرة هذه الظاهرة. ومنذ عام 2003 لم يتمكن العراق من بناء أي سد جديد رغم تنامي عدد السكان وبالتالي ازدياد حاجتهم لمياه الشرب. لمواجهة هذه الأزمات المتعددة يقترح خبراء لجوء العراق للضغط على تركيا وإيران لإرضاخهما لاتفاقيات منصفة تنسجم طبعا مع القوانين الدولية بما يحفظ حصته من المياه، وذلك عبر استخدام قواه السياسية والأمنية والاقتصادية مثل الاستثمار مثلا في ملف حزب العمال الكردستاني على الصعيد الأمني وملف الواردات التركية البالغة 20 مليار دولار والواردات الإيرانية المقدرة بعشرة مليارات أيضا. أما على المستوى الداخلي فيمكن بحسب الخبراء أيضا إنشاء سدود جديدة وتطوير أساليب الزراعة وتدوير المياه الجارية باتجاه الخليج واستخدامها في الزراعة وترشيدها من خلال سن قوانين جديدة. كل ذلك من شأنه أن يحفظ الصورة التاريخية للعراق وأن ينقذه من سقوط النهرين من اسمه، إذ تتوقع دراسة جفافهما عام 2040. إذن طارق، إذا صدقت هذه الدراسة وتحققت باستمرار هذه العوامل التي تعمل على تجفيف نهري دجلة والفرات، ماذا سيصبح اسم العراق بعد أن يجف النهرين؟ سيبقى عراقا شامخا بإذن الله، ولا نتوقع أن يطبق أو أن تصدق هذه النبوءة وتلك الدراسة. بلا رافضة أني ستبقى هكذا هي، وحلول ربما ستكون مقبلة، فهذا مشكلة أساسية سنناقشها الآن مع ضيفنا من بغداد. وكالعادة دائما أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا لك سلطان القيسي. أذهب الآن إلى العاصمة العراقية بغداد، رحب بضيفي من هناك عادل المختار خبير الموارد المائية. دكتور عادل، يعني تصريحات وزير الموارد المائية العراقي يدق ناقوس الخطر بالشكوى الدولية، بينما يعني كان لافتا تصريح سابق لوزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي حين قال العام 2018 وأنقل حرفيا إن مياه الشرب مؤملة، لن نشهد أي انقطاع، كذلك إرواء قرابة 600 ألف درهم من المحاصيل الصيفية، حوالي مليون درهم من البساتين. وأضاف أن الوزارة حريصة على العمل المشترك مع جميع الأطراف. كيف نفهم الواقع اليوم وتصريح سابق لحسن الجنابي وزير الموارد المائية؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء المهم جدا، وشكرا للزميل سلطان على التقرير مالته، حقيقة رائع، معلومات دقيقة جدا، ويعني كل الملف انطاه حقه، فأشكره على هذا الموضوع. حقيقة احنا نعرف الملف المياه التركي بيد رئيس الجمهورية التركي، والإيراني بيد رئيس الجمهورية أو المرشد الأعلى الإيراني، بينما ملف العراقي بيد وزارة الموارد المائية. التصريحات هي إعلامية حقيقة، الضرر كان بسيط في فترة السيد الجنابي، فلذلك كانت تصريحاته يعني نقدر نقول بدأت الأزمة من 2017، الشحة القوية اللي أصابت العراق وكانت تهدد أكثر من 7 مليون عراقي بالتشريد من مدنهم خصوصا بالمحافظات الجنوبية. لكن في عام 2018 ودعوات العراقيين اجت لنا مطرة قوية جدا، أمطار جيدة جدا، لم نعرف مثل هكذا أمطار من عشرات السنين، فسد أليسو امتلأ لتركيا، وأيضا بالنسبة لنا قدرنا نخزن كميات من المياه بهاي الفترة. الواقع الحال حقيقة احنا اليوم عندنا مشكلة نقدر نشخصها يعني الشحة المائية اللي ضربت العراق، وأيضا الإيرادات القليلة اللي تجينا من تركيا وإيران. أيضا إيران طبعا الإيرادات صفر، قطعة الأنهر 38 نهر، الكرخة والكاروم من أكبر الأنهر الإيرانية اللي توصلنا، هاي كلها انقطعت، فلذلك أصبح واضح هذا الصيف
شحة مائية قوية، وأكثر شيء في ديالة تحديدا، حقيقة محافظة ديالة كلش متأثرة في هذه الأزمة المائية، فلذلك التحذير نزل اليوم بوزير الموارد المائي اللي يحذر من خطورة الموضوع الوضع المائي في العراق. مع الأسف دول الجوار ما تقاسم الضرر، وهذه فد قاعدة أساسية. طب أستاذ عادل، هنا تحديدا لماذا بتقديرك ترفض إيران التجاوب مع اتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية؟ حقيقة هو استغلال الوضع المائي، أنه هم دول منبع وإحنا دول مصب، وهذه عادة موجودة في كل دول العالم مثل أثيوبيا ومصر. أيضا أثيوبيا لسد النهضة على أساس هي من المنبع ومد يربال لمصالح المصب. أيضا الوضع المائي حقيقة الإيرادات المائية بهذه السنين كانت ضعيفة، فلذلك أثرت على الدول، وخصوصا هي بدأت تتوسع بمساحات كبيرة بالنسبة للزراعة وسدود، فلذلك ظهر عليها الأثر. لكن احنا نقول احنا دولتين مسلمة او ثلاث دول مسلمة جارة، المفروض نتقاسم الضرر حتى نعبر، يعني هذا ديننا الإسلامي، هي المياه من رب العالمين، ولا تدخل السياسة واستغلال المياه بهذا الأسلوب مع الأسف. نعم. طب اذا يعني، لكن مع ذلك استاذ عادل اسمح لي، السياسه باتت تدخل في كل شان وفي كل جانب من الجوانب، سيبقى يعني العراق متاملا بايران او بتركيا. تابعنا الزياره الاخيره لرئيس الحكومه مصطفى الكاظمي الى تركيا، كانت موضوع المياه من المواضيع التي بحثت بين الجانبين، هل في جعبته اليوم العراق او يملك من اوراق يستطيع ربما الضغط على تركيا أي إيران الإقلاع بوسيلة ما، أو أن يعتمد على ذاته في تطوير موارده المائية بناء سدود؟ لا أدري، وأنت الخبير في الموارد المائية. نعم نعم نعم، حقيقة موضوع يعني اللي أرد أقوله، أضرب مثل به، أن هناك أنهار دولية، المسيسيبي، الأمازون، حتى النيل، 11 دولة مشتركة، كل من يأخذ حصته، وماكو مشاكل المسيسيبي، لما كلها دول يعبر النهر منها وما عندهم مشكلة، فكيف احنا دول مسلمة فما بالك بالإسلام؟ على كل، هل ممكن العراق أن يسوي سدود؟ حقيقة أنا أشوف لا، ما ممكن. السدود اللي عندنا كفاية، الفضاء الخزني عندنا بالعراق أكثر من 100 مليار متر مكعب. احنا في 2018 السنة المطرية القياسية ما قدرنا نخزن أكثر من 60 مليار متر مكعب، يعني قصدي السدود اللي عندنا موجودة حاليا تكفي، لأن تعرف انخفاض المناسيب أكيد رح يأثر على كمية الإيرادات الواصلة. إذن موضوع السدود، ممكن تغيير النمط الزراعة، هذا كلش مهم، أصبح اليوم من المهم جدا إعادة النظر بالسياسة الزراعية، لأن تعرف لازم نكون هناك دراسة جدوى لكل محصول يزرع على أساس كمية المياه المستغلة و الفائدة الاقتصادية من هذا، مهم جدا. السؤال الشطر الأخير من حضرتك، هل العراق راح يبدي؟ فعلا العراق راح يبدي بأخذ يعني زمام المبادرة على أساس، على سبيل الاقتصاد. اليوم التعامل العراق مع تركيا 20 مليار، وتعامله مع إيران 10 مليار. إذا بدت هذه الأزمة راح يكون رد فعل الشعب العراقي وليس الحكومات، يعني الشعب العراقي راح يبدي يقاطع، وهذا تطور يكون كبير بالعلاقات بين دول الجوار لما يقوم الشعب هو اللي يقاطع. فهذا المفهوم أنا أشوف مو من صالح دول الجوار أن تخلق هذا هكذا مشكلة. يعني على سبيل المثال في تركيا أيضا أرد أقول لك، هو صح عندهم أزمة، والدليل سد أليسو أيضا اليوم يعني يواجه شحة مائية، بحيث سد أليسو اليوم يشتغل توربين واحد اطلاق 150 متر مكعب بالثانية. لكن المشكلة شلون راح نترس سد أليسو ونشبع إيران مائيا إذا كانت هاي السنة أيضا غير مطرية؟ فلذلك وزير الموارد المائية حقيقة استبق الأحداث وأطلق اليوم بالتحذير، هذا التصريح بالتحذير، لخوفا لا تكون السنة الشتاء القادم
يعني يكون غير مطري أو أشكرك. أو قد يكون شحيح. أنا أشكرك من بغداد عادل المختار خبير الموارد المائية، شكرا جزيلا لك.